تمام. البرلمانات العربية، لو احنا خرجنا بره مصر شوية، دايما بنلاقي ان البرلمانات العربية في معظم الدول في الوطن العربي دايما ما بتحظاش بثقة الشعب او المواطن، باستثناء مثلا الكويت لديها برلمان قوي بيمثل مصداقية كبيرة يعني وبيحوز على ثقة كبيرة أيضا من الشعب الكويتي. تونس برغم من أنها الدول اللي تعرضت لي على ما الاسم المذكور ثورات الربيع العربي، إلا أنهم عشان نسبة الثقافة والتعليم كان ليهم وضع مختلف. تأثير البرلمانات العربية ودورها الفترة القادمة في ظل هذه التحديات اللي بتواجه الوطن العربي ككل. بص حضرتك، البرلمانات العربية دلوقتي هل في ظل الأحداث الموجودة هتبقى فاعل وهي اللي تقود العملية السياسية في الدول العربية، ولا هتظل هي مفعول به إن هي سؤال يطرح نفسه طبعا. فدي جزء مهم. فكرة فاعل زي ما حضرتك بتقولي في الكويت هو اللي بيحرك، في لبنان بالرغم من الأزمة اللي عندهم دلوقتي، في المغرب اللي لحقوا نفسهم عشان ما يحصلش عندهم ازمه وحصل تعديلات دستوريه والمجلس خد صلاحيات اكتر، في فلسطين برغم الظروف اللي عندها برضه بيحاولوا، في الامارات ان هو ابتدى يجدد يبقى عنده 20 نص منتخب ونص معين برغم ان هو معين، في السعوديه بتفكر كده، في قطر برضه يمكن يبقى النص والنص التغيير، في سلطنه عمان بقى عنده مجلس منتخب ومجلس معين، في البحرين برضه منتخب ومعين. وعلى فكره اغلب الدول العربيه نسبه المشاركه في الانتخابات بالرغم من ان هي ما بتبقاش فيها تنافس كبير بس عالي، بتتجاوز ال 40% على الاقل، 40 45% ده الحد الادنى للمشاركه في الانتخابات العربيه. طب دول اوروبا مثلا بتنخفض احيانا نسبه المشاركه فيها ل 20 و15%، لا مش وما بيبقاش ليه دعوه ما بيقص زي ما بيحصل عندنا في مصر برضا الشارع. مش كله، بص حضرتك نسبه المشاركه في العالم بتقل ما بتزيدش بالظبط، بس فكره 20 و25% دي ممكن تحصل طفره في حاجه بسيطه بس. برلمان فرنسا الاخير كان بنسبه مشاركه 20%، لا 35%، بس اللي قبلها على طول 65% و70%. يعني مثلا لو انا بتكلم على اخر انتخاب، اخر خمس انتخابات كانت حاجه 76% ووصلت ل 64%. طيب، برغم من شعبيه اولاند مثلا ما تمش تفسير انخفاض نسب المشاركه بتراجع شعبيه اولاند داخل المجتمع. ما هو فكره بقى، ما انا مش عاوز هسمع الحاجه هقعد ابررها وكده، لا خلاص خلينا نبطل بقى مرحله التبريرات دي ونتكلم على ارض الواقع. مثلا في دراسات بتقول ان اكتر المناطق في ثقه في البرلمان في افريقيا، الثقة في البرلمانات الأفريقية لأن الثقة مهزوزة في الحكومة، أعلى من الحكومة وأعلى في المؤسسات العسكرية في البرلمان. في أوروبا الثقة في الحكومة أكتر من الثقة في البرلمان، فدي اختلافات بقى ليها عناصر، بس عشان لما أجي أقول مؤشر الثقة اللي موجود أشوف إيه العناصر بتاعه، الناس بتبص إزاي، فممكن يبقى فكرة المشاركة دي بتبني الثقة. فعشان كده هرجع أروح رابط لحضرتك اللي أنا بقوله، إن البرلمان قدامه تحدي اني لو في نسبه مشاركه قليله هجذب الناس واخليهم معايا ولا لا، هو ده بقى التحدي الموجود اساسي للبرلمان. يمكن الناس اتكلمت كتير على البرلمان، خوفنا ده ممكن يعطل البلد وهي ماشيه، ممكن ده جاي يعوق الرئيس واحنا في وضع مستقر فمش عايزين اعاقه، او ده جاي او التداعيات برضه يا دكتور عايز اسال حضرتك عليها، الدعوات اللي استبقت تكوين البرلمان وقالوا ان احنا سوف نطالب بتعديل المواد في الدستور وسوف نطالب بتوسيع صلاحيات كذا وكذا، هل ده حضرتك برضو بتشوفه من ضمن المعوقات والاثار السلبيه اللي كانت موجوده في الشارع؟ طبعا، يعني كل الناس كانت بتتكلم انزل والدستور ومهم وده مختلف عن كل الدساتير، وجاي دلوقتي بقول انا عاوز اعدل، وبعدين هعدل ايه وانا طبقت الدستور الاول والمجلس خد صلاحياته ومارس عشان نعرف هو هيطلع معوق ولا لا؟ دكتور بقى هندور على حاجه نتكلم فيها، امال هنتكلم في ايه يعني؟ ما هي لازم يعني هيدوروا على اي ممكن، في ناس بتفتعل اي شيء في الوقت الراهن عفوا، لانه عنده فراغ يعني عايز يملا الاجواء بقى، ويعني هي دي خطوة يلاقي جزء يتكلم فيه. المجلس هيبقى معوق ولا فاعل لما اشوف الممارسه بتاعته؟ عنده صلاحيات كتيره ورئيس عنده صلاحيات قليله، شوف ورينا الممارسه لما اشوف الحاجه قدامي. ايوه بص عليك، اي عمل بشري بيبقى فيه فكره النقص ومحتاج ان هو يتعدل، تمام، فهل الدستور ان هو يتعدل ده عيب؟ لا صح، بس هتعدل ايه لما اشوف الممارسه؟ ايه المشكله في ايه؟ لازم سنتين ثلاثه على الاقل ثم اشوف انا محتاج اعدل ايه، انا عاوز اعدل قبل ما امارس، يعني انا مش فاهم ما اشوف